ده قمار ورزق بتاع ربنا. انت يونيفر عمرك ما تبقى عارف ايه اللي هيحصل. استاذه شاهيناز منورانا، اللي ما عدلتلهاش الترابط ولا عملت اي حاجه. ايوه ميرسي ميرسي، عشان انا طويله جدا. ايوه زي ما انت عارف. ايوه طبعا. عايزين نتكلم بقى عن التجربه. بنات عبد الرحمن مخاطره نقدر نقول؟ انا مع عمري ما حسيت ان بنات عبد الرحمن مخاطره. انا بنات عبد الرحمن من امتع، لو انا حسمي ان انا بشتغل ده مشروع، بالنسبه لي مشروع، هو من امتع المشاريع اللي انا اشتغلتها. لا بجد، ايه سر الامتاع في بنات عبد الرحمن؟ وخصوصا احنا شفنا ردود فعل غير عاديه عليه في مهرجان. انت اتفرجت على الفيلم؟ ما للاسف ما لحقتوش في المهرجان، بس انا كنت متابع الناس اللي اتفرجت طلعت تقول الفيلم يجنن. انا مثلا النهارده هتبقى المره 80 اللي بشوف الفيلم، ومتحمسه وعايزه اشوف الفيلم. فما هو يعني اي حد، اي صانع فيلم، هو بيعمل الفيلم ليه؟ ما هو عشان يا يمتعك، يا عشان يحسسك بحاله، يا عشان اي حاجه يعني، يا يمتعك يا حسيت، يا يعلمك حاجه. الفيلم ده عامل الثلاث حاجات. وانت شو ما شفتوش؟ شوف، خش اتفرج عليه طبعا ان شاء الله. توقيت العرض صعب شويه، مدارس وحاجات. بص انا جربت كل توقيتات العرض، هو ده قمار ورزق بتاع ربنا. انت يونيفر عمرك ما تبقى عارف ايه اللي هيحصل. احنا بنتمنى من ربنا يوفقنا ويدينا على قد تعبنا وخلاص، هنعمل ايه؟ شغل مع عصابة وشغل مع آية وتجربتكم كده، وهل ممكن نشوف حاجات تانية كمان؟ بص ما انا ما بحبش اقول الكلام ده عشان بيفتكروه كلام انشا، بس حقيقي لما بتشتغل على حاجة انت بتحبها هي بتطلع زي بنات عبد الرحمن كده. انت مرتاح لهم كمان طبعا، وكل الناس اللي شغالة على الفيلم ده كانت حطت فيه كل حاجة، يعني كل الناس حطت في الفيلم ده كل حاجة. فيمكن انا بقولك كأن حد رش عليه بوزيتيف انرجي. فالحمد لله، لان كل الناس كانت بتشتغل من جوه 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 قلبها في الفيلم ده. تتوقعي ايه للفيلم ان شاء الله؟ ممكن يكون رد فعل الجمهور الشارع ازاي؟ طبعا بعد ما الفيلم ده اخد في كذا مهرجان عالمي جائزه الجمهور، اللي هي بالنسبه لي انا كمنتج، جائزه الجمهور دي الجائزه بتبقى للمنتج يعني. فبالنسبه لي اتمنى ان الجمهور المصري وخصوصا الناس في مصر نفسها تشوف الفيلم، يعني كل الناس بتسال، اتوقع ان الناس تروح وتشوف الفيلم. كم دور عرض كمان؟ وهم هيستمتعوا قوي ان شاء الله. هل هيكون في سينما الزمالك بس ولا في اكتر من دور؟ لا 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 لا، في كذا دور عرض الحقيقه، مش عارفه بالظبط، بس هو في كذا دور عرض خلاص يعني. الفيلم هينزل تجاريا، وعندنا فيلم اردني تاني نازل تجاريا 7 نوفمبر زي الي، فاهو هنبتدي ده اول فيلم وان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا.